وفوتي المغاربة في أي بلاص ما بغاوشهاش. أي بقعة في الأرض هنا العالم بإذن ما بغاوشهاش. ولكن المسؤولين تاع الدولة تاعنا قولها بصراحة، ما اتصل بينا حتى شي واحد، ما جاتنا حتى شي زعما شي معلومات نهائيا. إذا كان شي واحد يبوع أنا يا مني ما كنتي ما نخرجش من الدار، ما نطلعش حاجة أنا في الحبس، داري اللي في الحبس تضل تما بعد ما ربما يجي ما يجي حتى واحد. كيت اللي جات فيه نوريا مرحبا بك في هذا اللقاء، هذه أول مرة كنستضيفوك بخصوص الشاب اللي هو مقرب من العائلة ديالك اللي تعرض للقتل من قبل السلطات الجزائرية، فما بغيناش ندوي في المعامع القانونية. أنا عندي سؤال واحد مهم هو بالنسبة للجثة، علاش إلى حد الآن ما تسلمتوش للجثة؟ هذاك الشيء ما مفهومش، ما عرفناش. دابا 4 سنوات وحنا كنتسناو في الجثة باش ندفنوها، وعائلته مجموعة وكلشي مجموعين غير باش ندفنو رابيدمون باش كلشي يحضر ليه. دابا المشكل ما عندناش المعلومات باش ندفنو رابيدمون باش كلشي يحضر ليه. دابا المشكل ما عندناش المعلومات. المعلومه اللي جات جديده في هاد لي 4 سيمين من بعد لي 15 جور بلي مات، هي اللي جوتا الديبون ديال لو تريبونال ميليتير. هذا هو لافورماسيون جديده اللي عندنا، يعني ماشي بروسيدور بينال ماشي بروسيدور ادمنستراتيف، سي بروسيدور ميليتير، باسكو تختل بار لي غارد دو كوت اي لي غارد دو كوت سي اي ديبوند ديال لو تريبونال ميليتير. دابا حنا اون امي ان افوكا الجزائريان، سي لوي كي نوزا دوني لي انفورماسيون نيسيسير، هو لي الا ايدنتيفي لي بيرسون كونسيرني. ودابا لو كونسول حتى هو ماروكان، دار المجهود ديالو، خدام مزيان مع لي افوكا اي تو سا ومع لي فامي، كيعيط لعمي كيعيط البنات عمي باش يعطي لهم لي رونسينمون. والرونسينمون هو اللي ياو رساله بيناتهم، قلت لك لو سول حنا اللي خاصنا سي اون فيزيبيليتي. يقولوا لنا دون ان جور دون دو جور دون ان موا، يعطيونا اون دات كيما كيعطيو لي جون دي دات في اي بروسيدور. عندي سؤال مهم بالنسبه خلال الندوه الصحفيه، لاحظت بان العائله كدور في واحد المتاهه، ربما انها متبعه المسائل القانونيه على حسب المسطره اللي عطى المحامي، كذلك كتراهن على الجانب الاعلامي والجمعيات. ولكن بغيت نسولك بالنسبه لحضور الدوله، واش كاين احساس عندكم ان الدوله حتى هي وراء هذا الموضوع اللي ثار واحد الضجه كبيره؟ بون انا ديجا كنشكركم كلكم، كنشكر المغاربه كلهم اللي حتى هما تاثروا بهاد لو درام هذا. دابا انا بوتيت انا ما كنفهمش لو سيلونس ديال لي زوتوريتي ماروكان كيما كيفهمها عمي ولا كيفهمها بنات عمي. Moi je comprends les maîtres qui hadrof chi haja tkoun sokhouna kima hadi parce qu'il y a des enjeux politiques kbar. Ana arfa ki dirou khdemtehom dans l'ombre w arfin kulchi f khbarhom lehad l'histoire w arfin kifash ghadi. Bghiti tqouli li ma kainch wahed tawasol. Nou tawasol maana a part le consul marocain dial Zazair li raf bel Abbas, on n'a pas eu de كي يكون الاحساس ديالكم، واش كتحسوا كاين واحد التعامل بنوع من البرود؟ هو بحال عمي كان جوست باش يبرد شويه، كان يلوغي مي شي واحد يعزيه يقول له باسكو هادو مشاو شهداء وما مشاوش دي كريمينيل، مشاو دي سيفيل، واحد الطريقه دراماتيك اوريب. دي بير دو فامي عندهم وليدات هما المستقبل ديالهم كان القدام، وتحبست حياتهم دانكو او تحبست حياه عائلتهم دانكو حتى هما. دونك هو كان باغي لا فامي، كان باغي جوست دي كوندوليونس كيما حنا دابا عزينا المغاربه كلهم في الزنزال، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر عائلتهم. حتى هما كانوا باغيين العزاء، بون قدر الله ما جاهمش العزاء، مي راحنا عارفين المغاربه كلهم عزاوهم اترافير لي ريسو سوسيو اترافير لي ميديا اترافير بزاف د الحوايج. ماتنون نو سكون ايمغي سي كو لي زوتوريتي الجيريان كومبيتونت ستادير لو تريبونال ميليتير و البروكيرور ميليتير، غير دابا ملي عم عارفين حنا درنا لي ديمارش اللي كان خصنا نديرو غير سهلوا علينا وصافي. واخا عندي سؤال اخر كيخصك انت شخصيا، فلاحظت ربما انك انت اللي خديتي البادره باش درتي واحد الخروج اعلامي قوي لهذا الملف اللي خدا واحد البعد واحد الضجه، واش هذه جراه منك ولا انت متعوده بحال هذه الاشكال ديال هذا الملف؟ لا ما معوداش بهذه الاشكال بالملفات. انا جورناليست على باس، بصح هذا مع عائلتي ما يمكنش نسكتو، ما يمكنش هذه ليستوار تبقى غير في الشرق وتجلس في الشرق وتدفن في الشرق. واش عندك تخوف؟ علاش شنو درت؟ ربما الملف عنده حساسيه كبار
كبر واش شنو درت؟ قلت غير الحقيقه جي راكونتي دي في دي جون فاكونسي تقاتلوا في البحر شنو وانتوما ما خفتوش تهضروا على هذا الموضوع؟ انتوما صحفيين كلشي هضرتوا على الموضوع شنو علاش غنخافوا نقولوا الحق ماتنا؟ ولكن الخروج ديالك هو اللي زاد قوه عطى لهاد الميل واحد الضج. ماشي غير الخروج ديالي انا جي بارلي او بون بيرسون وانتوما درتو مجهودكم و زافي غولي لافورماسيون. شكرا. عار وحشومه احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون اخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.